فجأة ولكن بمقدمات سابقة اشتعلت الأمور من لجنة الأندية من جانب واتحاد الكرة مما دفع الدكتور كمال درويش رئيس لجنة الأندية لإنهاء الاجتماع الخاص بلجنة الأندية في ثورة غضب بتمتلك الدكتور كمال درويش. سبب هذه الثورة وسبب رفعك للجلسة النهاردة؟ سبب إن كل الأندية مستاءة جدا بطريقة الاتحاد في تنفيذ قراراته. كل القرارات المهمة اللي خدتها لجنة الأندية وبالإجماع كلها توقفت من مجلس إدارة الاتحاد. أبرز هذه القرارات اللي ألغاها اتحاد الكرة؟ أبرز هذه القرارات أولا توزيع نسبة البث، ثانيا لأن احنا اتفقنا على توزيع القسط الأول والقسط الثاني بدون أي خصم للديون الموجودة للاتحاد، وفي نفس الوقت أيضا أن الديون دي تخصم من مستحقات المتأخرة من التلفزيون واللي بيتم عليها الاتفاق واللي بناء عليها وافقنا على ان يبقى فيه حصري بالنسبة للتلفزيون المصري. نمرة اتنين، نسبة 3% اللي هي مقررة للاندية اللي بياخدوها الاتحاد على العقود لمدة جملة العقد، اتفقنا على انها تبقى 2% وفقط عام بعام بالنسبة للعقود. مصرين على الاحتساب 3% من جملة العقود اللي موجودة بالنسبة للاعبين، وده شيء غير منتظر بالمرة، بالإضافة طبعا ان بيحمل لجنة الأندية كل المصاريف الخاصة بالمراقبين والحكام ومراقب الأمني والمنسق الإعلامي، وده كلام غير منطقي بالمرة، بالإضافة انك انت بتاخد القرارات تلغيها عندك في مجلس اداره الاتحاد ثم تخترنا بعد ذلك بقرارات النهائيه، يبقى مفيش لازمه للجنه الانديه، مفيش احترام للجنه الانديه. نسب الانديه هل اختلفت؟ يعني هل مثلا انا مش هتكلم في تفصيلات، انا بتكلم على قرارات خدها لجنه الانديه لم تحترم من قبل الاتحاد، وبالتالي انا رفعت الجلسه الى بقى نشوف العمليه هتمشي ازاي. طيب هل النهارده رفع الجلسه يعني ان الدكتور كمال درويش من الممكن ان يتخلى على رئاسه لجنه الانديه في حال ان هو شايف ان اللجنه ملهاش دور وان هي بتهمش من اتحاد كره القدم؟ لو كان هذا الكلام مصرين عليه طبعا مفيش لازمه خالص لوجود لجنه الانديه، وده على فكره مش قراري، ده قرار اللجنه كلها بكامل عضلها.